لبنان يحتفل اليوم بعيد الجيش في الفياضية. قمة عين التين بالريباسيل برعاية الفرزدي. نختصر هذا اللقاء بالخير. الحريري يرفض حكومة الأكثرية. دعم الرئيس سعد الحريري في جهوده لتأليف حكومة وفاق وطني. وطرح الأكثرية تكليف من دون تأليف. تستبعد اللي هن عم بيعملوا يلي هن القوة اللبنانية ولا حزب التقدم الاشتراكي، وين المشكلة؟ جبهات بولا والمحارق تشتعل. مجلس الإنماء والأعمار مع كل السمعة السيئة اللي عنده بعده مستمر يثبت لنا كل يوم إنه مجلس صفقات. صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية. محمرش عين التيني رحلة دامت 7 أشهر ذهابا من دون إياب، تبلضشت فيها العلاقة وتبرغتت إلى أن تفرزلت. وأمسك نائب رئيس مجلس النواب إلي الفرزلي بيد رئيس التيار القوي جبران باسيل وأسرى به نحو لقاء صلح مع الرئيس نبيه بري. ويحكى أن الاجتماع بين الجبهتين على مدى ساعة وربع ساعة لم يأتي على ذكر الماضي ومآسي ألفاظه وظل بلا عتاب، ولم يتدرج الاجتماع إلى تصنيف المقبول أو الجيد أو الجيد جدا، لا بل وصفته مصادر عين التين دفعة واحدة بالممتاز. أما ملفاته فكانت من هنا حكوميا إلى إيران فسوريا، وجالت على تخوم المنطقة وصولا إلى عمق مياه بحر النفط والغاز ومآرب إسرائيل. ووعظ باسيل بعد اللقاء في فن المعايشة التي هي أبعد من التعايش، متحدثا عن لقاء خير للبلد. حمل وزير المال علي حسن خليل سر الاجتماع إلى الرئيس سعد الحريري الذي لم تتح له فرصة لقاء رئيس التيار القوي، لا بل إن فكره كان يقلب في الطرح الذي نزل عليه رئاسيا حيال حكومة الأكثرية. وهو قال بعد اجتماع كتلة المستقبل إنه يرفض حكومة الأكثرية، وأنه رئيس جاء ب112 صوتا ينجز حكومة وفاق وطني. وأبلغ الحريري كتلته والصحفيين استحالة زيارته لسوريا حتى ولو انقلبت كل المعادلة في المنطقة. وهذا النفي أعقب كلاما منسوبا إلى زوار رئيس الجمهورية ناقله موقع الانتشار، يقول فيه عون إن الواقع اللبناني والمصلحة الوطنية لابد أن يبدلا في رأي الرئيس الحريري، إذ بماذا سيجيب على سبيل المثال آلاف التجار والمزارعين الذين يودون شحن بضائعهم عبر معبر نصيب السوري الذي يستلزم التباحث بشأنه مع دمشق. وإذا كان رئيس الجمهورية توقع تغييرا في رأي الحريري، فإن الوزير السابق وئام وهاب رد على الرئيس المكلف بتغريدة حادة تضرب على جرح الاحتجاز قائلا: يا دولة الرئيس الحريري اللي بيروح على سوريا بيروح وبيرجع مرفوع الراس وما بيحتجزوه. وعجله بالمثل الخليجي: الشامشامك لو الدهر ضامك يا ريتك بتحفظه. والتغريدات اتخذت شكل المحاسبة على محور الاشتراكي التيار، إذ تقمص الزعيم وليد جملاط دور حيدر العبادي في العراق وتراءى له تنفيذ العقوبة في بيروت بعد إقالة وزير الطاقة العراقي الذي أهدر 40 مليار دولار. أحب زعيم الجبل تطبيق التجربة على سيزار أبي خليل ومعلمه كما قال، وذلك لحل عقدة الوزارة والكهرباء معا. فرد وزير الطاقة بعبارات تتهم جملاط بقلة الشئمة. تحت هذا الوابل من المواجهات، فإن البلد لا يقوم به أي نوع من أنواع الحكومات، وبالكاد تليق به حكومة المحرقة، واعتبار كل ما تقدم من مسؤولين وقيادات في تصنيف العوادم. فبعد أن فرض المسؤولون على المواطنين واقع العيش مع النفايات، تدخل البلاد في سياسة المحارق، هذا الخطر القاتل الذي تدافع لإبعاده نائبة واحدة هي بولا يعقوبيان.
يحتفل لبنان اليوم بالعيد 73 للجيش اللبناني، ويجتمع الرؤساء الثلاثة في الاحتفال الذي يقام للمناسبة في الكلية الحربية بالفياضية. وقد اختارت مديرية التوجيه شعار المناسبة لهذا العام: عيدنا يوم أمنك كل يوم. ومن المقرر أن يرأس رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في 9 من قبل الظهر الاحتفال الذي دعت إليه قيادة الجيش لمناسبة 1 من آب، حيث يسلم رئيس الجمهورية السيوف لضباط دورة فجر الجرود في حضور أركان الدولة وشخصيات رسمية وسياسية ودبلوماسية وعسكرية وأهالي الضباط المتخرجين. وسيلقي الرئيس عون كلمة يتحدث فيها عن المناسبة ويتناول التطورات السياسية، لاسيما مسار تشكيل الحكومة الجديدة وموقف لبنان من العديد من القضايا الراهنة. إلى ذلك تتجه الأنظار إلى قصر بعبدة، حيث يرتقب انعقاد لقاء بين الرؤساء الثلاثة إثر تقبلهم التهاني بعيد الجيش ومشاركتهم في الاحتفال الرسمي. لقاء الخير بين الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل برعاية كلام البابا. أكثر من سنة مر على آخر زيارة حل فيها الوزير جبران باسيل ضيفاً على عين التينة، سنة تخللتها أحداث وتوترات بين الطرفين، لعل أبرزها الفيديو المسرب للوزير باسيل الذي يصف فيه الرئيس بري بالبلطجي. اليوم وبمبادرة من نائب رئيس مجلس النواب إلي الفرزلي أتى اللقاء بين الرجلين. لقاء استمر نحو ساعة وربع، كسر فيه جليد المرحلة السابقة. مصادر مواكبة للقاء أكدت أن الماضي والعتاب بقيا خارج قاعة الاجتماع، حتى وصفت المصادر اللقاء بالممتاز الذي يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون، لاسيما في مجلس النواب، مع حرص باسيل على نجاح العمل التشريعي. أكيد حكى كتير من المواضيع يعني يلي هي مفيدة للبلد ويلي إن شاء الله بتقدر تساعدنا بكل المجالات، من تأليف الحكومة لحل مشاكل لبنان السياسية، لموضوع النازحين، ولكل شيء بيقدر يجيب الخير على هيدا البلد. نختصر هذا اللقاء بالخير. حرص الرئيس بري الشديد على دعم العهد وإنجاحه بحسب المصادر المواكبة انعكس اعتقادا بأن تخريب تأليف الحكومة تخريب للعهد، وهو ما شكل مادة البحث الأساس للقاء، حيث نقلت المصادر التطابق والتفاهم والاتفاق بين الطرفين على ضرورة اعتماد معايير واضحة لحكومة وحدة وطنية. وأضافت أنه تأكد للرئيس بري من أين تأتي العرقلة ومن يطالب بمطالب غير محقة. والبحث لم يقتصر على الملف الحكومي، إذ شمل أيضا ملفات المنطقة من إسرائيل إلى إيران وسوريا، ومن ضمنها ملف النازحين السوريين وضرورة تسريع عودتهم إلى سوريا. بس هيك بدي أختصر هذا اللقاء بشي طلع عن قداسة البابا وقريناه نحن ودوت الرئيس بري هلأ، عن فن اللقاء أنه هو على طول أفضل من استراتيجيات الصراع، وبعتقد أنه نحن أحوج شيء لقاله هلأ بالبلد بكل المراحل اللي عم نمرق فيها، أن نتلاقى مع بعضنا كلبنانيين نقدر نأمن مستقبل أفضل لهذا البلد، طالما أنه نحن جايين من مؤتمر بواشنطن نظرنا فيه مش بس على الحرية الدينية، على فن المعايشة يلي كمان حكي عنها قداسة البابا، يلي هي أبعد من التعايش وأبعد من العيش الواحد. اللقاء بين الطرفين قد يشكل النقطة المفصلية في ملف تأليف الحكومة وحلحلة العقد على الصعود كافة، فهل يبنى على إيجابية اللقاء أم ستكون القرارات الدولية بفرض عقوبات على لبنان أقوى من الإيجابية؟ حسان الرفاعي، قناة الجديد. الحريري يثمن لقاء بري باسيل ويرى أن الفرصة لم تحن للقائه باسيل، أما حكومة الأكثرية فمرفوضة وكذلك زيارة سوريا. حسم الرئيس المكلف سعد الحريري مسألة حكومة الأكثرية، وقال في دردشة مع الصحفيين في بيت الوسط بعد اجتماع كتلة المستقبل: لا حكومة أكثرية، أنا أخذت أصوات التكليف لإنشاء حكومة وفاق وطني، مضيفا إن 112 الذين سموني في التكليف أجمعوا على قيام حكومة وحدة وطنية، فلماذا ننسف كل الإنجازات التي حققناها في حكومة وفاق وطني؟ نفي
نفيا أي تصعيد من قبل رئيس الجمهورية ميشيل عون، مؤكدا أن المعيار الوحيد هو معيار الشراكة الوطنية. وعن أسباب تأخير التأليف قال الحريري إن المشكلات التي تواجه التشكيل مفتعلة من قبل كل من يضع العراقيل، أما بشأن الجهات المعرقلة فرأى الرئيس الحريري أن الجهات التي يقف هو معها قد تكون من بين المعرقلين لكن لديها مطالب محقة، وقال إذا كان هناك من يرغب في تحميل المسؤولية فإن الشعب اللبناني يعرف من المسؤول عن العرقلة في الواقع. وعن لقاء الحريري باسيل الذي ينتظر دعوة منه ليلبيها، رد الحريري إنه ما صار فرصة للقاء الوزير باسيل. أما عن اللقاء الذي جمع الرئيس بري بالوزير باسيل فقال الحريري نحن مع أي خطوة فيها تواصل، وأن أي لقاء يؤدي إلى مصالحة بين اللبنانيين يكون جيد للبلد وللعمل الحكومي ونحن لسنا ضده. ألم نكن أول من أيد المصالحة المسيحية ولم نكن ضدها؟ من هنا أي مصالحة بين أفريقاء كانوا مختلفين في السابق هي أمر جيد. ورفض الرئيس الحريري اعتبار أن زيارة الوزير باسيل الرئيس بري قد حصلت بضغط سوري، وقال من المستحيل أن أزور سوريا ولا في وقت قريب ولا بعيد حتى وإن انقلبت كل المعادلات، وإذا اقتضت مصلحة لبنان ذلك فساعتها بتشوفوا لكم حدا تاني غيري. ونفى الحريري أن يكون مغادرا بيروت في إجازة خلال اليومين المقبلين. دعم الرئيس سعد الحريري في جهوده لتأليف حكومة وفاق وطني تتمثل فيها المكونات الفاعلة للشراكة الوطنية في المجلس النيابي، إن التزام مقتضيات الدستور في تأليف الحكومة هو الذي يحكم المسار الذي اختاره الرئيس المكلف والذي يتقدم على ما عداه من آراء واقتراحات ومحاولات لإسقاط أي أعراف جديدة على عملية التأليف. تعتبر الكتلة أن الضرر الذي يصيب البلاد جراء التأخير في تشكيل الحكومة أسوأ بما لا يقاس من أي ضرر يمكن أن يشعر به هذا الفريق السياسي أو ذاك من خسارة مقعد حكومي أو حقيبة وزارية. وكان الحريري قد التقى الوزير علي حسن خليل الذي وضعه في أجواء زيارة باسيل لعين التينة. رواند أبو خزام، قناة الجديد. بعد تعثر التأليف ماذا يعني اقتراح حكومة الأكثرية ومن هم المستبعدون منها؟ لم يكد وزير الخارجية جبران باسيل يهدد بحكومة أكثرية، ملتقيا في ذلك مع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الذي قد يراها آخر الدواء، حتى انعكست أصداء هذا التصعيد ردودا من جانبي القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي أكثر الأطراف تضررا. بعد 9 أسابيع من تعثر التأليف يبدو تكتل لبنان القوي متمسكاً بطرح حكومة الأكثرية وهو يسعى لاستبعاد المعرقلين، في حين يرى الاشتراكي أن الرئيس المكلف هو المستهدف. أما تكتل الجمهورية القوية فلن يتنازل عما يراه حقا له. هالغلش والدلع اللي عم بيصير حاليا هو اللي دفع اليوم الوزير جبران باسيل انه طب خلص طبعا مروح على حكومه اكثريه بدون ما يكون مش استهداف، برجع بقول بس ولكن بس شو يعني حكومه اكثريه؟ مين بتستثنوا؟ مين برا؟ بتستبعد اللي هن عم بيعلقوا اللي هن القوه اللبنانيه والحزب التقدم الاشتراكي، وين المشكله؟ يمكن بالعكس يمكن يكونوا هن بدهم يطلعوا من الحكومه ونشكلها نحن مثلا، يكون يعني هيك قصدهم بالاكثريه والاقليه، مشان هيك عم بسال خلي حددوا يعني مين هي الاكثريه ومين هي الأقلية أولا. ثانيا السؤال الأساسي في بهذا المنطق اللي عم ينطرح اليوم، هل الديمقراطية في لبنان موسمية؟ بمعنى يعني عندما يناسبنا الوضع بأنه يكون هناك أكثرية وأقلية منطرح هذا المنطق، وعندما لا يناسبنا منعطل البلد سنوات وسنوات تحت عنوان التوافق. ربع نواب المسيحيين هن من القوات اللبنانية، أحد الكتل الكبيرة هي القوات اللبنانية، يعني لن يكون سهلا استبعادها لأصحاب هذا الطرح، أنه يعني ما تضيعوا وقتكم فيه. هذا الطرح يعني لا شكلا ولا مضمونا نحن مؤثر علينا، ونحن عم نقول أنه كل الحكومات ما بعد الطائف هي بأساسها حكومات اتحاد وطني وحكومات وفاق وطني. الحل هو أنه الذي يعرقل تشكيل الحكومة واللي بده يتجاوز نتائج الانتخابات واللي بده يفرض آراء وقرارات
وانه انت بيطلع لك هالقد وانت بيطلع لك هالقد وانت حجمك هالقد والذي يوزع اذا بدك الاحجام عليه ان يتواضع. تختلف الاطراف المتباينه في تحديد مفهوم الاكثريه والاقليه وفي حجم التمثيل الوزاري لكل منها. بيخليك تطرحي سؤال اساسي، هل هذا الامر مطروح اليوم حكومة أكثرية وأقلية برئاسة الرئيس سعد الحريري أو برئاسة يعني أحد آخر من قبل هؤلاء الأطراف السياسية؟ وبالتالي كل هذا المنطق اليوم هو يعرض الواقع الداخلي اللبناني إلى مزيد من التوتر، مزيد من التشنج. نحن منحبه للرئيس حريري ونحن ما بدنا نقصير للرئيس حريري، بس ولكن بدنا منه أنه بالواقع يألف لنا حكومة بأسرع وقت ممكن. إذا طالع بإيده يألف وحدة وطنية نضرب سلام. نحن خير ما يلي بده حكومة وحدة وطنية، بس ولكن إذا كانوا بيضلوا عرقلوا له مسيرته نتأمل منه أنه بالواقع أنه ليش لا، ليش ما بنمشي بحكومة أكثرية؟ نحن لبنانية بالنتيجة وفي ملفات. بس لحالكم بتكونوا؟ ليش لحالكم؟ ولو كيف لحالنا؟ شو بلد إلا وليد جملات وسمير جعجع مع حفظ الألقاب. لا نريد أن نكون في المعارضة، هذا قرارنا. لا يمكن لأحد في نظامنا السياسي أن يكره أحد على أنه يكون بالمعارضة. التوافق السياسي بآخر النهار هو اللي لازم يسود. الجميع يزعم أنه يستعجل تأليف حكومة العهد الأولى، ولكن حتى الساعة ليس في طاحونة التشكيل سوى تجاذبات ولقاءات لم تصل حد رفع مرسوم التأليف. دارين دعبوس، قناة الجديد. عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الأسبوعي، وأكد في بيان تلاه النائب شامل روكوز ضرورة اعتماد معايير مشتركة في تأليف الحكومة على أساس نتيجة الانتخابات النيابية، وأعلن أن التكتل سيتقدم باقتراح قانون معجل في موضوع الإسكان. يكون في تشريع بصورة دائمة، إنه المجلس السيد نفسه إنه يكون في مجالات واسعة للتشريع، خاصة إنه عم بينطرح عدة اقتراحات قوانين ومشاريع قوانين نايمة كانت مجلس النواب. بقى هيدي فرصة، إنه ما في حكومة مفروض تكون فرصة للمجلس النيابي إنه يشرع وينطلق بالتشريعات، لأنه الناس بحاجة لتشريعات والبلد بحاجة لحركة تنموية خاصة بتتكل على التشريعات النيابية. في وضع إسكان صعب كتير بالوضع الحالي بالبلد، خاصة بعد ما توقفت قروض مصرف لبنان لدعم مؤسسة الإسكان والصناديق الإسكان الموجودة بالجيش وبقوى الأمن الداخلي وبالأمن الدولي إلى ما هنالك. من هيك عندنا اقتراح قانون معجل مكرر ويمكن مدوبل ومتربل، لأنه بحاجة له نحن كشعب لبناني بهاللحظة هذه التاريخية. أكيد في اقتراحات قوانين تقدمت قبل، بس أكيد منتلاقى كلنا سوا بمجلس النيابي وبأسرع وقت ممكن نتمنى يقر تيكون في اقتراح قانون أو مشروع قانون، اقتراح قانون صادر عن المجلس النيابي تيكون بمتناول الحكومة اللبنانية. أكيد رح ينقل الأرض الإسكاني من المصرف الإسكان المصرف المركزي للحكومة اللبنانية وزارة المالية تيكون أكثر وأكثر فاعل بالمستقبل. في الديمان التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجي، ترافقه عقيلته السيدة ريما فرنجي، وقد استبقاهما البطريرك إلى مائدة الغداء. ورأى فرنجي بعد اللقاء أن تأليف الحكومة يواجه عقبات وأن البلاد تحتاج إلى إيجابية، فيما المنافسة السلبية التي نعيش فيها هي المشكلة الحقيقية، وقال تفاؤلنا حذر والشعب تعب والاقتصاد تعب أيضا. شفنا حرص سيدنا على أنه لازم نبلش ببعض الحلول، وأولها هو تشكيل هذه الحكومة يلي اليوم صار الانتخابات تقريبا 3 شهور والسماء ما صار في أي بوادق للحل. كمان يعني شفنا أنه اليوم في بعض الاجتماعات عم بتصير بالبلد، واليوم إن شاء الله الرئيس بري الله يوفقه بركي بنقدر نوصل لحل بهذا الموضوع. ولكن نحن بنقول متفائلين، بنقول نحن دائما بنحب نكون متفائلين، بس ولكن التجارب يلي مرقت على هذا البلد ويلي عم تمرق على هذا البلد ما بتبشر دائما بالتفاؤل، بتبشر دائما إذا بدنا نعتبر
بالحذر، لأنه التفاؤل الحذر إذا بدنا نسميه، لأنه دائما في أمور بيبقى واحد متفائل فيها، البعض يرجع بيلاقي عقبات بتوقف هذه الموضوع وهذا الموضوع. هذه المنافسة السلبية يلي صلنا سنين عايشين فيها هي المشكلة بهذا البلد. بكل شيء نلجأ إلى السلبية للحصول على ما طالبنا. بتصور حان الوقت إنه البلد يروح على الإيجابية، يعني المنافسة الإيجابية، وأنا بتصور هون يكمن المشكلة. عون يشير إلى أن المشكلة اليوم هي مشكلة أحجام وزمن المنفوخ قد ولى. ردد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أمام زواره وعلى نحو قاطع أن على الرئيس المكلف أن يحزم أمره في هذين اليومين ويضع حداً لهذا الغنج السياسي الظاهر في مطالب مبنية على حسابات خاطئة. ونقل موقع الانتشار للزميل إبراهيم عوض عن زوار عون أنه يرغب في تأليف حكومة أكثرية لإحياء الديمقراطية، ولقد سبق أن جربنا حكومات وحدة وطنية على مدى السنوات الماضية أشلت إلى حد كبير المساءلة البرلمانية بشأنها، فيما لا يعقل أن يحاسب الوزير نفسه. وهو رأى أن المشكلة الأساس تكمن في أن هناك من لا يود الإقرار بحجمه الحقيقي بعد الانتخابات، ولذلك تراه يدور ويحور كي يجني المكاسب متجاهلا أن زمن المنفوخ قد ولى. وقال عون إنه أبدى مرونة من جانبه بمنح حزب القوات اللبنانية ما طالبت به سابقا وهو 4 حقائب، وحين فعل إذ بهم يرفعون الصوت ويطالبون بالمزيد. أما العقدة الدرزية فتكمن في عدم اقتناع صاحبها بأن نتائج الانتخابات لا تجعله الممثل الوحيد للطائفة الدرزية. ولدى سؤال أحد الزوار رئيس الجمهورية عن كيفية معالجة ملف النازحين الذي يتطلب حوارا مباشرا مع الدولة السورية، فيما رئيس الحكومة يرفض ذلك، يجيب عون بوضوح إن الواقع اللبناني والمصلحة الوطنية لابد أن يبدلا في رأي الرئيس الحريري، إذ بماذا سيجيب على سبيل المثال آلاف التجار والمزارعين الذين يودون شحن بضائعهم عبر معبر نصيب السوري الذي يستلزم التباحث بشأنه مع دمشق. وينقل زوار قصر بعبدة عن الرئيس عون قوله إن لبنان أنفق نحو 11 مليار دولار على النازحين منذ لجوئهم إلى لبنان وحتى اليوم من دون أن يتلقى من الهيئات والمنظمات الدولية أي مساعدة، ويرى أنه إذا ما تحقق المطلوب والمرغوب بعودة أكثر من 800 ألف سوري إلى وطنهم الأم، فإن من شأن ذلك أن يريح لبنان اقتصادياً وحياتياً. الأمن العام اللبناني والاستخبارات العراقية يكشفان شبكة تهدد القطاع المصرفي اللبناني. أصدر جهاز الاستخبارات العراقي بيانا أعلن فيه أنه بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني تمكن من تفكيك شبكة احتيال ابتزت عددا من المصارف اللبنانية مدعية ملكيتها مستندات عن أرصدة لها بملايين الدولارات الأمريكية. وكشف البيان أن أحد هذه المصارف هو بنك عودي. المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كشف في جولة له مع عدد من أعضاء لجنة العدل والأشغال العامة في مطار بيروت عن تفاصيل إضافية عن الشبكة. يعني هيدا الملف شوي قديم وعم تابعه لنا فترة نحن والسلطات العراقية المختصة. لما اكتمل عنا الملف والأربع الماضي هذا الموضوع استوجب سفري على العراق والتنسيق مع السلطات العراقية لحتى عم نحاول نحط له حد، بعتقد نجحنا لحد بعيد. بدنا نشوف هالعصابة مين وراها، لأ ما في شيء بالصدفة بيطال مئات ملايين دولارات، مش بالصدفة، الموضوع يمكن بتجاوز المليار دولار. فبدنا نشوف مين ورا هالعصابة، ما في عصابة بتشتغل بمليار دولار. أكيد في استهداف للقطاع المصرفي بلبنان، ونحن من فترة ملاحظين أنه في استهداف للقطاع. وأنا بعتقد ومش بعتقد أكيد أنه القطاع المصرفي أحد ركائز الاستقرار بالبلد، فيمكن كان مطلوب ضرب الاستقرار بالبلد. هل بنك عوده هو البنك الوحيد اللي مش بنك عوده مش البنك الوحيد، قطاع اكثر من بنك كان مستهدف، بس العمليات الكبرى كانت عم بتصير ضد بنك عوده، مش بس موضوع اموال وغير اموال، كان في استهداف عبر مواقع التواصل الاجتماعي كمان من العراق عم تطلع لا تشوه وتعترض القطاع المصرفي اللبناني. من ضمن مواقع التواصل الاجتماعي التي تحدث عنها إبراهيم صفحة اسمها أسرار بنك عودي، تناول عدد من المنشورات فيها اتهامات لبنك عودي بتمويل شبكات إرهاب وعملية تبييض أموال. كان في تزوير، كان في ادعاء
لامتلاك أرصدة مزورة بالمصارف، وكان في استهداف عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هاي العملية التواصل الاجتماعي والتزوير الأوراق كانت عم بتصير بشكل منتظم. عم نحكي عن صفحة أسرار بنك عودة، واحدة منهم؟ واحدة منهم هذه الصفحة، وفي كتير صفحات بعتقد بيملكها الأمن العام واشتغل عليها ووصلت لها النتيجة. ما في موقوفين لبنانيين بالعراق، الموقوفين هن عراقيين. وأكد إبراهيم أن التحقيقات في هذه القضية متواصلة بالتعاون مع الاستخبارات العراقية لمعرفة جميع أعضاء هذه الشبكة ونشاطاتها. بعد الفاصل، المعاينة الميكانيكية في حالة إضرار. أهلا بكم من جديد. النائبة بولا يعقوبيان تواصل حربها على سياسة المحارق، رفضا لمحرقة النفايات في بيروت ولإبراز مخاطرها البيئية والصحية والاقتصادية. عقد ائتلاف إدارة النفايات مع النائبة بولا يعقوبيان مؤتمرا صحفيا التي شددت على ضرورة إعلان حالة طوارئ بيئية في لبنان، ولا يمكن أن نزيد النكبة بحل المحارق. هؤلاء شركات تجارية، الأربعة اللي يفترض أنه تأهلوا، فانسي وهيتاشي ودوسان وكنيم، هول الأربع شركات تجارية ما حدا ينسى، هول بيبعونا المحارق ويرجع بيبعونا الأدوية. نحن مسؤولين عن صحتنا، نحن مسؤولين عن حياتنا، مش الأوروبيين مسؤولين عنا. بينما المسؤول اللبناني اللي هو مسؤول عن شعبه مش مفروض يفوت بالحل التجارياً أفضل أو بيطلع مصاري أكتر. مفروض نفكر مع بعض كيف بدنا نخفف من مستوى السرطانات الموجودة بالبلد. ووصفت يعقوبيان مجلس الإنماء والإعمار بمجلس الصفقات. وأدرب من هيك، مجلس الإنماء والإعمار مع كل السمعة السيئة اللي عنده بعده مستمر يثبت لنا كل يوم إنه مجلس صفقات. مفروض عليه من الحكومة اللبنانية يوسع مركز المعالجة والفرز. تعرفوا شو عمل؟ ما حطه على جدول الأعمال. الخبيرة البيئية سمر خليل أشارت إلى أن ذريعة إنتاج الكهرباء في اعتماد حل المحارق ليست في محلها. ليش أنا كيف بدي أحرق مواد عضوية فيها 80% رطوبة وطلع منهم طاقة؟ يا أما بدي أحط طاقة لنشفهم لأرجع أقدر بعدين أحرقهم وطلع طاقة منهم، وهيدي الطاقة يمكن اللي رح أصرفها لنشفهم أكتر من الطاقة اللي رح طلعها فعلياً. أو بدي أخلطهم، أو إجباري لازم أخلطهم مع المواد يلي هي يعاد تدويرها مثل الورق والكرتون والبلاستيك لعلي الطاقة الحرارية تبعها. هيدي المواد كلها ممكن إعادة تدويرها، استعمالها بالصناعات اللبنانية، بينتج عنا حوالي 270 مليون دولار سنوياً كمردود للاقتصاد اللبناني، وبتخلق فرص عمل. أنا هيدي عم بحرقها وعم كبها. وختم المؤتمر بالتركيز على سهولة عملية الفرز وقدرة كل مواطن على القيام بها بدلا من اللجوء إلى حلول خطرة. وفد من عائلات شهداء الجيش يزور رئيس الجمهورية مهنئا بالأول من آب. من أفواه أولاد شهداء الجيش وعائلاتهم سمع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون والسيدة الأولى نادية إلى جانبه معايدة عيد الجيش. فوقف النائب إدغار معلوف نجل العميد الطيار الشهيد بول معلوف وألقى كلمة باسم وفد من عائلات الشهداء العسكريين. ومنعرف مدى حرصك تاريخيا على أولاد شهداء الجيش ومدى متابعتك لألون وقديش هالشغلة بتأثر عندك. وجودك على رأس الدولة عطانا أمل ببكرة، أمل أنه رح نكبر ويكبر أولادنا ببلد عم ترسم له مستقبله، بلد قوي على قد تطلعاتنا وطموحاتنا. ولكريس ابن الشهيد المقدم إبراهيم سلوم رسالة إلى رئيس الجمهورية. فخامة الرئيس، أنت أكتر واحد بيفهمنا بيشعر معنا، لأنك كنت قائد جيش وخسرت كتير شهداء وأكيد زعلت عليهم وبعدك بتتذكرهم، وأكيد ما بتنسى أولادهم اللي كبروا محرومين من حنان البي. كلهم بيقولوا أنت بي الكل، نحن منفتخر فيك ومنعرف قديش بتحب الجيش وقديش بتحبنا ونحن منحبك. الرئيس عون أكد بدوره أن لا شيء يعوض خسارة الاستشهاد سوى متابعة النضال في سبيل الوطن الذي حلم به شهداؤنا واستشهدوا من أجله.
وكان وعدي لهم اني ما بترك النضال الا لارجع للوطن حتى نأمن له حياة كريمة مطمئنة بلبنان حر سيد مستقل. لو تركني العالم كله ضل وحدي ناضل حتى أوصل على حافة القبر. وأشار عون إلى أن وعده لهم حين كان في المنفى بأن لا يترك النضال إلا كي يعود إلى الوطن ويؤمن لأبنائه حياة كريمة يسودها الأمان في لبنان الحر السيد المستقل. بعد إقالة وزير الطاقة العراقي بسبب أزمة الكهرباء، جملاط يتحدث عن فرصة لإقالة وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل. إذا كانت معاناة الشعب العراقي قد دفعته إلى الاحتجاج والتظاهر في الشارع، فاللبنانيون وإن لم يحركوا ساكنا فهم ليسوا أفضل حالا، ولعل حرمانهم الكهرباء وشح المياه هما إحدى الأزمات المشتركة بين البلدين الشقيقين إلى جانب الفساد وسوء الخدمات. تحرك العراقيين أطاح وزير الطاقة بعد قرار من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يقضي بإقالة الوزير على خلفية تردي خدمات الكهرباء، أحداث استوحى منها رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، فغرد داعيا إلى التماهي مع الموقف العراقي وإقالة وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل. وجاء في تغريدة جنبلاط: في العراق وبعد أسابيع من الاحتجاج أقيل وزير الطاقة الذي هدر 40 مليار دولار. البنك الدولي ينصح لبنان بالتخلي عن البواخر العثمانية وببناء معامل. أليست هذه فرصة أيضا لإقالة الوزير الحالي ومعلمه لحل عقدة الوزارة والكهرباء معا؟ وأرقام الهدر تتساوى تقريبا بين العراق ولبنان. دعوة جنبلاط رد عليها وزير الطاقة والمياه عبر تويتر قائلا: فعلا لما بدك تقلل شئمة ببطل في شي عيب، انه يا بدنا نشتري منكم كهرباء من وحدات انتاجية توضع على سنسول الكوجيكو، او الهدر يلي عملتوه من سنة 1990 لليوم بيكون مسؤوليتنا. موظفو المعاينة الميكانيكية لا يتراجعوا عن اضرابهم قبل ان تتراجع الشركة عن قرارها. طرد شركة فال 11 عاملا بدأوا العمل منذ مطلع العام الحالي أثار حفيظة اللجنة التأسيسية لنقابة عمال المعاينة في لبنان، فرفضت القرار وقالت لبعض الإداريين إنهم غير مرغوب فيهم لأنهم يخالفون الاتفاقيات، وآخرها وعد الإدارة عدم صرف الموظفين بعد تعاونهم وحلولهم مكان شركة الأمن. احتجاج اللجنة أدى إلى تبليغ جميع أعضائها صرفهم من العمل، وأقل عضو فيها قضى أكثر من 12 عاما في العمل. 13 سنة هلا إذا بدي أطلع بدي كنس الطريق، ما بإيدي مصلحة بقى، ما خلوني شيء يعني. قول الموظفين لبعض الإداريين إنهم غير مرغوب فيهم ترجمه المدير العام للشركة وليد سليمان تهديدا، فأبلغهم خطيا صرفهم من العمل. الموظفون تضامنوا مع اللجنة وقرروا الإضراب عن العمل حتى تتراجع الشركة عن قرارها. اللجنة اجتمعت مع الإدارة ولكن من دون نتائج إيجابية، فاعتصم العمال في مشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر رفضا لما تعرضوا له. واجب نحن ندعم العمال اللبنانية بهالمرحلة بالذات. الشركة استفادت من أرباح كبيرة خلال سنين، هالشركة اليوم عم تتحجج بأسباب اقتصادية. الأسباب الاقتصادية ناتجة من شو؟ من أنه وزير الداخلية عمل هالمذكرة ورجع القضاء نقضها. فإذا المطلوب إعادة الموظفين والعاملين إلى الشركة، هذا تعامل فوقي وتعامل سلطوي كبير. كما تطرق الأسمر إلى قضية توقيع عقود شهرية. مظاهر الاستعانة بالعمال، هاي المظاهر المهينة، يعني إيجارات الخدمة، غب الطلب، التوقيع على عقود شهرية، هذه أشياء معيبة جدا بحق العمال اللبنانيين. نحن موضوعنا صار كتير خطير، في 400 عائلة عم بتعيش بهذا القطاع، هذه 400 عائلة اليوم مش كل واحد صاحب شركة على ذوقه يصرف موظفين من دون سبب. هذا وأكد المعتصمون أنهم لن يرضخوا لأي ضغوط، بل هم مستمرون حتى تعود الشركة عن قرارها وتعيد الكرامة إلى أصحابها. جر كلب بواسطة سيارة بيك أب في الفنار يثير موجة غضب في وقت اقترب الحل لمشكلة الكلاب الشاردة في الشمال.
مرة جديدة الكلاب تصنع الحدث في لبنان، وهذه المرة في منطقة الفنار بعدما تداول ناشطون هذا الفيديو. الشريط المصور أثار حفيظة الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوان. ما شافوا عم ينجر، ما شافوا كيف انه عم بيركض اكثر من خطواته العاديه لحتى يلحق شده الحبل، قال خافوا يهجم عليهم، ما فهمت ليش هدول اولاد ولا شرطه بلديه. هذا الكلب مسالم، والدليل اذا بتشوف الفيديو الثاني اللي صار فيه المشكل لما خلصوا للكلب، مسالم جدا، مستحيل يكون في كلب اجريسيف او عنيف او بده ينط عليك يخليك تحط ايدك على ظهره. نحو بلدية الفنار صب محبو الكلاب جام غضبهم على مواقع التواصل وكذلك على الأرض. طلع رئيس البلدية هلا. صور 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 صورهم. رئيس البلدية من جهته يرفض كل الاتهامات ويرى أن ما جرى لا يحتمل هذه الضجة. هذا الكلب امبارح أنا ما كنت بالبلدية، بيجي تليفون من صوت المدى مرتين ست بالتلفين بتقول لهم كلب ما عم نقدر على باب الجامعة، ما فينا نتحرك، عملوا معروف بعدوا لنا اياه عن باب الجامعة. رئيس الشرطة بيبعت الشباب سامر الشاب يلي هون هون وشاب تاني بيروحوا تيشلوه. سامر قبل بمرة عضوا الكلب، خاف قال لك بركي يهجم علي يكون كلبان أو شيء، تلاقي الرسن طويل قعد بالصندوق عالي، لا صار له شيء الكلب ولا جرجروه ولا شيء، لقطوه مشوا عمهلهم عمشية الكلب تيبعدوه عن البوابة. قفش دقيقتين اجوا اثنين صبايا قالوا له بتعطينا الكلب؟ قالوا له خذوا، اخذوا وراحوا. مشكلات الكلاب الشاردة التي كثرت في الفترة الأخيرة وجدت طريقها إلى الحل في الشمال إثر لقاء عقد بين محافظ الشمال وعدد من رؤساء بلديات وممثلين عن جمعيات الرفق بالحيوان، حيث جرى الاتفاق على تأليف لجنة لوضع خطة ميدانية وعلمية لإحصاء الكلاب ومنع تكاثرها وإعطائها اللقاحات اللازمة. نعيم برجاوي، قناة الجديد. بعد الفاصل باب المندب ممر إلزامي للحوار. أهلا بكم من جديد، وننتقل مباشرة إلى الفياضي مع زميلة حليمة طبيعة لمتابعة وقائع عيد الجيش وما إذا كانت بدأ الاحتفال. حليمة صباح الخير. صباح النور كلارا، كما ذكرت يعني هنا في ملعب الكلية الحربية في الفيضية في ثكنة شكري غانم بدأت التحضيرات التي يعني تحضيرات عيد الجيش 73. طبعا هذا الاحتفال الذي دعت إليه قيادة الجيش سيترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون عند 9 صباحا، إلا أن الاحتفال رسميا سيبدأ عند 8:30 مع وصول علم الجيش اللبناني، ليليه تباعا وصول الشخصيات المشاركة من شخصيات عسكرية ووزراء، وأيضا من رئيس سيشارك في هذا الاحتفال رئيس الجمهورية كما ذكرت العماد ميشيل عون، أيضا رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري. هذه الدورة ستخرج 35 ضابطا هم في 24 منهم من عداد الجيش اللبناني، 10 من عداد قوى الأمن الداخلي وواحد من عداد أمن الدولة. هذه الدورة سميت بدورة فجر الجرود، لا سيما أن العام الماضي آب الماضي شهد هذه المعركة التي انتهت إلى تحرير الجرود الشرقية، جرود القاع ورأس بعلبك من الوجود الإرهابي. كما تشاهدون خلفي بعدسة الزميل هادي قيس، يعني الضباط ويعني تلامذة الكلية الحربية موجودون في ملعب الكلية بانتظار بدء الاحتفال كما ذكرت عند 8:30 مع وصول علم الجيش. برنامج الاحتفال هو كالتالي، عند 8:30 يصل علم الجيش، بعدها يصل اللواء الركن رئيس الأركان حاتم ملاك، يليه وصول العماد قائد الجيش جوزيف عون، وأيضا يصل بعده عند قرابة
التاسعة إلى ربع وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف. أيضا يصل الرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ويليه وصول رئيس مجلس النواب نبيه بري، ليصل عند التاسعة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. أود أن أشير كلارا إلى أن رئيس الجمهورية ستكون له كلمة خلال هذا الاحتفال، وهذه الكلمة قد تتطرق إلى موضوع تشكيل الحكومة، وطبعا موضوع مكافحة الإرهاب الذي يشدد عليه رئيس الجمهورية دائما وقائد الجيش، والذي هو موكل للجيش اللبناني وأيضا القوى الأمنية. طبعا كلارا، فور بدء هذا الاحتفال سنكون معكم برسالة ولمتابعة هذا الاحتفال من هنا من ملعب الكلية الحربية في الفيضية. نعود إليك كلارا. شكرا لك الزميلة حليمة طبيعة. طبعا نعود إليك بعد قليل لمتابعة وقائع الاحتفال. ولمناسبة عيد الجيش، قال قائد الجيش العماد جوزيف عون إن 73 عاما والجيش سطر، أو بالأحرى يسطر، صفحات مشرقة في تاريخ الوطن حافلة بدلالاتها القوية ومعانيه العميقة. وإذا كان الأول من آب هو اليوم الذي نحتفل فيه بمناسبة عيد الجيش، بحيث تجتمع قلوب اللبنانيين قاطبة على التقدير المتجدد والثقة العالية بالمؤسسة العسكرية، فإن كل يوم من أيام العسكريين هو مناسبة للالتزام الوطني الصادق والتضحية بلا حساب حفاظا على أمن المواطنين وسلامتهم. وأضاف قائد الجيش: لقد حملت السنوات الماضية العديد من التغيرات والأحداث والمحطات، لكن حقيقة لامعة برزت فلم ينل منها تعاقب الأيام ولا خطورة التحديات، هي حقيقة أن لبنان ذلك الوطن الاستثنائي بكل ما للكلمة من معنى ينهض بعد كل محنة ويتجاوز كل تجربة يخوضها فيخرج أقوى وأصلب، ويمضي أبناؤه أكثر ثقة وإيمانا بوطنهم. وتابع: في عيد جيشنا نجدد الاعتزاز بإرثنا المشرف، مستذكرين دماء الشهداء والجرحى التي ستبقى أمانة في أعناقنا، ونؤكد أننا سنظل حماة للبنان ورسالته الإنسانية الجامعة في وجه العدو الإسرائيلي والخطر الإرهابي. التظاهرات تتواصل في البصرة بمشاركة المئات من المواطنين. تجددت التظاهرات في محافظة البصرة، حيث نظم المئات من سكانها وقفة أمام مقر حكومتها المحلية، وردد المتظاهرون هتافات نددوا فيها بالفساد وسوء تقديم الخدمات من قبل الحكومتين المحلية والاتحادية. وكان المتظاهرون قد نصبوا في وقت سابق خيما أمام بوابة مجلس المحافظة وأغلقوا مقر الحكومة المحلية، إلا أن قوى الأمن سرعان ما أزالت هذه الخيام، واستمر المتظاهرون في تحركهم، وتمحورت مطالبهم حول بناء سد البصرة وإكمال مشروع ميناء الفاو الكبير وإيجاد فرص للعاطلين من العمل، بالإضافة إلى إطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين. يذكر أن شرارة التظاهرات في العراق بدأت من محافظة البصرة الجنوبية قبل أكثر من 20 يوما، حيث قتل وأصيب واعتقل مئات المتظاهرين بعد صداماتنا مع القوات الأمنية العراقية. المندب باب للحرب أم للابتزاز؟ يراهن التحالف العربي بقيادة السعودية على أن تشكل إعاقة الحوثيين لشحنات النفط عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي نقطة تحول محتملة في حرب اليمن، ويأمل هذا التحالف أن تصب مهاجمة الحوثيين بالصواريخ لناقلتي النفط السعوديتين في مصلحة التمهيد لتأسيس حلف ناتو جديد بإشراف أمريكي ودعم دولي، لأن السعودية ودولة الإمارات تريدان تدخلا دوليا لحماية هذا المضيق الاستراتيجي الذي تمر عبره 5% من التجارة العالمية وأكثر من 5 ملايين برميل من النفط يوميا، وتريدان إجهاض التهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز الأكثر أهمية. أيضا أعلان السعودية تعليق شحناتها النفطية عبر باب المندب تزامن وتسريبات صحفية تؤكد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجري اتصالات مكثفة لتأليف تحالف أمني عسكري جديد مع دول الخليج العربية إلى جانب مصر والأردن، وذلك بهدف التصدي للتوسع الإيراني في المنطقة. ومن غير المستبعد أن يكون التهديد الأمريكي لإيران مجرد حرب كلامية تهدف إلى إثارة حال من الذعر والرعب في الأوساط الخليجية لتبرر الانخراط في الحلف الجديد ودفع تكاليف العضوية كاملة،
ولا يستبعد أيضا أن تستغل واشنطن صواريخ الحوثيين وتهديد الملاحة في باب المندب وهرمز وسيلة أخرى لابتزاز الدول الخليجية ماليا من جديد، وهذه لعبة يتقنها ترامب جيدا. واللافت أن هذه التهديدات تأتي في وقت تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي على الجهة المقابلة لباب المندب تسويات تاريخية لصراعات مزمنة، منها المصالحة الإثيوبية الإيترية ثم المصالحة الإريترية الصومالية وتعزيز علاقات التعاون بين إثيوبيا وجيبوتي، وتاليا فأن من شأن تقارب كهذا أن يقلب المشهد في المنطقة نحو مزيد من الاستقرار بدلا من التوتر والاضطراب. ثم أن حرب اليمن نفسها بدأت تشهد تغيرات في ظل انكفاء مزيد من الدول الإسلامية والعربية عن المشاركة، وآخرها قد تكون باكستان حيث وصل إلى السلطة عمران خان المعارض للحرب، كما أن التوجه العام في الغرب والدول الكبرى يسير نحو طي صفحة هذه الحرب العبثية التي صارت عبئا ثقيلا على الجميع. ودعوة ترامب الجديدة إيران إلى الحوار يمكن وضعها في هذا الإطار. ولعل هذه التطورات تعيد إلى الواجهة سلطنة عمان التي اطلعت في السابق بوساطات مهمة في المنطقة، ولا سيما في شأن الاتفاقية النووية، ويبدو أنها تستعيد اليوم هذا الدور بعدما كثر الحديث عن دور جديد للسلطان قابوس ووزير خارجيته لفتح قناة حوار غير مباشر بين طهران وواشنطن وربما قنوات حوار أخرى. خلفيات قنبلات ترامب الانتخابية. إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض استعداده للاجتماع بالقيادة الإيرانية ومن دون أي شروط مسبقة باغت واشنطن وشغلها في البحث عن دواعي هذا التحول المفاجئ. ولا شك كان له وقع القنبلة في المنطقة وتحديدا لدى جيران إيران في الخليج الذين ناموا على حرير المواجهة الموعودة بين واشنطن ترامب وطهران وحسبوا أن البيت الأبيض لن يحمل في جعبته غير لغة المواجهة. صحيح أن الرئيس الأمريكي لم يتخلى عن تشدده تجاه إيران، لكنه الآن طرح خيارا آخر يتضارب والخطاب المألوف لإدارته، خصوصا أن لترامب سوابقا انتقل فيها من موقع الخصم الذاهب إلى الحرب إلى موقع المحاور على طاولة القمة كما جرى في تعامله مع كوريا الشمالية. في عرضه غير المنتظر نسف الرئيس خطوط السياسة التي رسمها وزير خارجيته حيال إيران في خطابين آخرهما كان قبل أيام، وكان خطابه الأول في 21 من أيار المنصرم قد اشترط على طهران قبولها المسبق ب 12 مطلبا حددها مدخلا للحوار معها. مفاجأة ترامب الإيرانية جاءت على ما يبدو على خلفية احتمالين: الأول أن تكون أتت في سياق التفاهم مع رئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة هلسنكي لاحتواء إيران بطرح حوار معها، والاحتمال الثاني وهو المرجح أن تكون لغايات انتخابية محلية في ظل التنافس المحتدم بين الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس النصفية في تشرين الثاني المقبل عبر الظهور بمظهر الرئيس المحاور والمسؤول ولحشر إيران أمام الرأي العام الأمريكي في حال رفضها للعرض. الأخبار الفنية في تقرير لدارين شاهين. مرحبا. شو جديد الفنان راغب علامة والفنانة نجوى كرم بالنسبة لشريهان في مسرحية جديدة؟ أما جوليا روبرتس فزارت نادي برشلونة بالولايات المتحدة الأمريكية. خلينا نتابع سوا بفن الخبر. اللي بعنا خسر دلعنا رح لحاله يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيب. بعد كليب اللي بعنا اللي تخطى حاجز 12 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، طرح الفنان راغب علامة فيديو كليب أغنيته الجديدة يلا حبيبي، وبتجمع هالأغنية راغب علامة مع الفنان النيجيري شيشي والمنتج العالمي كوستي، وهي حماسية جدا. نسمع هالمقطع سوا. زارت الممثلة جوليا روبرتس وزوجها دانيال مودر معسكر برشلونة التحضيري بالولايات المتحدة الأمريكية اللي عم يستعد لمنافسات الموسم الجديد من الدوري الإسباني. فدعا رئيس نادي برشلونة خوسيه بارتوميو روبرتس للقاء لاعبات الكرة بالفريق النسائي من النادي، وأهدوه قميص نادي برشلونة اللي كتب عليها اسمه. يا
بعد لقيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أغنيتها الجديدة ياهو، منسمع هالمقطع سوا. يعرفوا واسألوا إنه ما عندي غير وقلبي بطر حمو. لا لا تنسي يا رح تعود الممثلة المصرية شريهان إلى المسرح بشخصية الفنانة والصحفية روز اليوسف. المسرحية من كتابة مريم نعوم وإخراج محمد ياسين، ورح تكون أولى مسرحية شريهان بعد غيبة طويلة. هيدا كان كل شيء. باي. وأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي مع نور صومة. مرحبا. بداية أخبارنا مع ميزة جديدة على وسيلة التواصل واتساب إلنا زمان ناطرينها. أعلن التطبيق رسمياً عن مكالمات الفيديو والصوت الجماعية أو الجروب كول بالصوت أو بالصورة، وهالميزة صارت متوفرة لجميع المستخدمين على مستوى العالم، بتسمح لهم بإجراء مكالمات بتجمع العديد من الأشخاص. وقالت الشركة أنه على مدار سنتين تم استخدام الواتساب كول بالعالم لأكثر من 2 مليار دقيقة يومياً، وهالميزة الجديدة صارت متوفرة عند الجميع كمان. بننتقل لصورة انتشرت عالمياً من أيام قليلة لرجل مشرد ما عنده بيت، صار اسمه مشهور من بعد ما وقف على الطريق بأحد شوارع كاليفورنيا حامل يافطة مش طالب مصاري من الناس فيها، إنما طالب ياخدوا السيفي تبعه لفرصة عمل. اليافطة يلي حملها مكتوب عليها مشرد وجوعان نجاح، خدوا مني السيفي أو سيرتي الذاتية. وبعد ما شافته امرأة وصورته وأخذت إذنه بنشر الصورة على فيسبوك صارت قصته فايرل. أما الجدير بالذكر فهو عدد المقابلات يلي عم بيحصل عليها من وراء هالبوست يلي بظرف ساعات انعمل له اكثر من 10,000 شير، والاتصالات من الشرك يلي بدها اياه يتوظف فيها. لهون بنكون وصلنا لنهايه ترند يلي فيكن تتابعون على فيسبوك، وفيكن تتابعوني على انستغرام وتويتر. لاقونا بكره لاخبار ترندينج من السوشيال ميديا. والآن نبقى مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت، ونبدأ مع النهار التي عنونت عون يصدر أمر اليوم والحريري يتجاهل الرسالة. أيضا في النهار سوتشي ينجح دستوريا ومعركة إدلب مؤجلة. ننتقل إلى الأخبار، وفي عناوينها تعاون أمني لبناني عراقي، توقيف عصابة ابتزاز لبنك عودة، الحريري وجملات وجعجع معا في الحكومة وخارجها، السويداء تلملم جراحها من الأطرش إلى جملات دعنا من غدرك. في الأنوار لهذا اليوم مواقف حاسمة للحريري، لا لحكومة الأكثرية ولا لزيارة دمشق، الرئيس عون يكرم أبناء شهداء الجيش ويدعو إلى مواصلة النضال. وإلى صحيفة الديار التي عنونت الأمن العام اللبناني والمخابرات العراقية يكشفان أخطر شبكة على المصارف اللبنانية، علاقة الوطني الحر المستقبل على شفير الانهيار، باسيل يعود إلى عين التين شاكيا تحمي له الأزمة. في عناوين صحيفة المستقبل عيدنا يوم أمنك كل يوم، لقاء عين التين بري أكد أحقية مطالب القوات الاشتراكية وشدد على ضرورة تدوير الزوايا، الحريري متمسك بمعيار الشراكة العراقي المفتعلة، موسكو قوات الأسد فقط على الحدود والأولوية أمن إسرائيل، فيتو من الحرس الثوري ضد اللقاء مع ترامب. ننتقل إلى البناء، وفيها التزام تركي في سوتشي بإنهاء النصرة وتسليم الطريق الدولي للجيش السوري وتسهيل الحل السياسي، بسيل في عين التين والخرق الذي تسللت منه خطة 14 أذار الحكومية جرى إغلاقه، الحريري يرد على عون برفض أي علاقة مع سوريا، والأمن العام ينقذ المصارف. في عناوين اللواء لقاءات الحريري، لا حكومة أكثرية ولا تطبيع مع نظام الأسد، عيد الجيش اليوم يجمع الرؤساء وبر يوصل من قطع بين باسيل وبيت الوسط. ننتقل إلى صحيفة الجمهورية، الحريري زيارتي لسوريا مستحيلة. أيضا في الجمهورية باسيل في عين التين تموضع مقابل تموضع،
وننتقل أخيرا مع الشرق الأوسط التي عنونت سوتشي تتجاهل الوضع شمال سوريا واجتماع حول الدستور في جنيف الشهر المقبل. روسيا تطمئن إسرائيل وتحرج تركيا في إدلب. خادم الحرمين ترأس جلسة مجلس الوزراء في تيوم تحذير سعودي من تهديد الملاحة. إذن مشاهدينا هذا كان كل شيء في عناوين الصحف وفي نشرتنا.